مرحبا، اركب بسرعة، سأطلعك على ما يجري أثناء القيادة. هناك من يلاحقني وسنعود في الزمن إلى الوراء. هيا بسرعة. حسنا، نحن في مأمن الآن، سأخبرك بكل شيء، ولكن أولا عليك أن تتعلم القليل عن تاريخ السيارات، هذا مهم جدا وستعرف السبب قريبا. سنبدأ من البداية وسنقود ببطء شديد، وإلا لن تتمكن من تفحص ما حولك بحرص وعناية. هل ترى شجرة التفاح تلك والشخص الجالس تحتها؟ دعنا لا نزعجه، فهو السيد إسحاق نيوتن. أجل، السيد نيوتن الشهير، إنها سنة 1687 عندما نشر أعماله عن القوانين الثلاثة للحركة التي حفزت المهندسين للتفكير في السيارات. استغرق الأمر قرنا آخر تقريبا قبل أن تتحقق المعجزة. لنسرع قليلا الآن، وها نحن ذا في سنة 1769. علينا التروي مجددا وإلا سنفوت أول مركبة في التاريخ. كانت هذه السيارة تعمل على البخار واخترعها نيكولاس جوزيف كونات. صممت في حينها لأغراض عسكرية، وكان لديها ثلاث عجلات مثل الجرار، وعلى عكس السيارة التي نعرفها خصص جزء كبير من حجمها ووزنها للمحرك البخاري، وكانت مركبة ثقيلة قادرة على السير بسرعة 4 كيلومتر في الساعة، إلا أنها تمثل إنجازا كبيرا في تاريخ البشرية. تبعتها العديد من النماذج الأخرى، ومن بين أكثرها نجاحا عربة كهربائية صنعها روبرت أندرسون في اسكتلندا. في أي سنة حدث ذلك؟ في 1839. تمسك جيدا، سنسرع مجددا. ها هي مركبة غريبة، ولكنها كانت أولى السيارات الكهربائية في التاريخ. هل هذا إيلون ماسك؟ أوه كلا، آسف، بلغت سرعة هذه المركبة حوالي 6 كيلومتر في الساعة. لنمر الآن، هل تحركنا الآن؟ في الوقت نفسه، انظر حولك، المركبات البخارية في كل مكان. هذه هي أيامها الأخيرة، لأنه في عام 1840 تم حظرها في المملكة المتحدة لثقل وزنها وإتلافها للطرقات العادية. سأخذك الآن إلى سنة 1845. تمسك جيدا. هل ترى؟ لقد ظهرت السكك الحديدية بعد حظر السيارات البخارية. تم اختراع السيارات المعروفة لدينا في 1886، ويتشارك هذا الشرف شخصان. لنلقي نظرة، نحن الآن في ألمانيا. هل تراهما؟ على اليسار مركبة تقليدية ب4 عجلات صنعت على يد غوتليب دايملر ولم تعرض للبيع، وعلى اليمين سنجد مركبة تعمل بالبنزين صنعت على يد كارل فريدريك بينز. لديها 3 عجلات ولم تصبح سيارة تجارية، كلاهما كانت تجربة للمهندسين الموهوبين، وكما سترى بعد قليل تكللت هذه التجارب بالنجاح. لقد قفزنا لتونا إلى سنة 1891، ويمكنك رؤية الكثير من سيارات البيجو من حولنا، تعمل بمحركات اخترعها بينز ودايملر اللذان أسسا شركتهما من بيع هذه السيارات. ولكن إن تقدمنا إلى 1901 سنرى أول سيارات المرسيدس التي صممت على يد ويلهلم مايباخ الشريك التجاري لدايملر. بالمناسبة، انظر جيدا من حولك، أترى؟ لا يوجد ما يكفي من السيارات للتسبب في اختناق مروري، ولكن العديد منها تبدو متشابهة. إنها من طراز بينز فيلو، أول سيارة تم إنتاجها بأعداد كبيرة وأشكال متشابهة. قبل ذلك كانت كل سيارة فريدة من نوعها، وما زالت كذلك لو رأيتها اليوم. والآن لنلقي نظرة خاطفة على الولايات المتحدة. في سنة 1893 قام الشقيقان تشارلز وفرانك دوريا بتركيب أولى سيارتهم التي تعمل بالبنزين، وسرعان ما أصبحت شركتهم الأكبر لتصنيع السيارات في أمريكا. بحلول سنة 1901 باع العديد من سيارات الليموزين الفاخرة التي بالكاد يمكنك رؤيتها بين العربات المكشوفة المتشابهة. هذه هي السيارات المنحنية القديمة، أول السيارات التي حظيت بإنتاج ضخم في أمريكا. اخترع رانسوم إيلاي أولدز
التصنيع على خط التجميع، وأسس شركته الخاصة في ديترويت. تصدرت سياراته المراكز الأولى في عالم السيارات لمدة 3 سنوات لاحقة. لكننا سنذهب الآن إلى 1908، لأنه هنا تبدأ الإثارة الحقيقية. أترى هذا الشكل أمامنا؟ ألا يذكرك بأي شيء؟ إنها من طراز تي، السيارة الأشهر والأكثر إنتاجاً لهنري فورد، تن ليزي. بفضل خطوط التجميع المبتكرة، لم يستغرق الأمر سوى 93 دقيقة لتركيب سيارات هذا الطراز. هل تتساءل عما حدث لها بعد 20 سنة مثلاً؟ لنكتشف ذلك. نحن في 1927 والطريق يعج بسيارات ليزي. بحلول هذا الوقت أنتجت فورد أكثر من 15 مليون سيارة كهذه، وقامت بتطويرها بمرور السنوات، مما جعلها سوداء اللون وأكثر فاعلية وأريحية مع سعر معقول. انظر، أحب هذا. هل ترى هذه السيارة من طراز تي تنزل عن التلة؟ إنها في الواقع تصعد للأعلى. يتم تزويد المحرك بالوقود بفضل الجاذبية، مما يمنح ترس الحركة العكسية طاقة أكبر على المنحدر. يبدو أننا علقنا في الاختناق المروري. لما لا نقفز عقدا أو عقدين من الزمن؟ سأضغط هنا. في أي سنة نحن؟ 1937 مر عقد من الزمن. أصبحت الاختناقات المرورية مصدر إزعاج حقيقي، ولكننا لسنا عالقين في أحدها. أوه واو، انظر لهذه الجميلة. إنها سيارة دوسنبرغ طراز جي، السيارة الأكثر فخامة وقوة في النصف الأول من القرن العشرين. أنتج محركها قوة تقدر ب 265 حصان، ووصلت النسخة المعززة إلى 320 حصان. إنها تسرع بعيدا عنا، لنحاول مجاراتها. أتساءل من بداخلها؟ لا يتحمل ثمنها سوى رجل ثري، ولكنها تبدو سريعة جدا حتى بالنسبة لي. مذهل. حسنا، لنقفز مجددا ونرى ما ينتظرنا. أصبحنا في سنة 1965 وصناعة السيارات في أوج ازدهارها. ترى على جانبيك سيارات فورد وشيفرولي وديسوتوس، حتى أن هناك سيارة إيتسل المأخوذة عن سيارة فورد، لكنها لم تدم سوى 3 سنوات. وبالطبع أرى الكثير من سيارات الموستانج. تمكنت هذه السيارات من الصمود في وجه كل شيء، وما زالت محبوبة حتى في وقتنا الحالي. سميت السيارة المهرة، وقد مهدت الطريق لمجموعة متكاملة من شبيهات لها من شركات مختلفة. نقفز مجددا. ألم تتوقع؟ نحن في السبعينات، زمن مجد السيارات. لن أخبرك بالسنة بالضبط، ولكن انظر من حولك، لن ترى أي خط انسيابي في هذه السيارات. إنها شرسة فعلا، قاسية وقوية ومذهلة. أود حقا البقاء، ولكن علينا التقدم للأمام. وصلنا إلى سنة 1985، ومن المؤكد أنك تعرف ما سأريك إياه الآن. سنتوقف هنا ونركب السيارة التي تنتظرنا. اركب واتبعني. أجل، إنها ديلوريان DMS-12، سيارة ديلوريان الأسطورية. لن أكرر ذلك مجددا، نحن على وشك القفز فيها. ثم احذر ماذا؟ سنذهب إلى المستقبل. الآن في التسعينات، وهو عصر الأزمة الاقتصادية العالمية. أصبحت السيارات المبتولة من الماضي، واحتاج الناس سيارات أبسط وأقل تكلفة. لذلك فإن ما تراه عبر النافذة أبعد ما يكون عن المثالية. أضواء أمامية من البلاستيك، ومخفف للصدمات، وأشكال بسيطة للفت انتباه المستهلكين الذين لا يملكون الكثير من المال. تبدو كل السيارات متشابهة لأنها كذلك فعلا. هذا محزن. في بداية الألفية زادت الأمور سوءا. انظر معي، إنها تبدو كغواصات مصفوفة. إنه زمن التجارب، وقد تغير الوضع تدريجيا. العقد الثاني من الألفية حول حاضرنا تقريبا. أحكمت اليابان سيطرتها على مجال تصميم السيارات، وقام الآخرون بتقليدها. أصبحت الزوايا الحادة رائجة مع أشكال انسيابية لبدن السيارة،
والآن سأقوم بآخر قفزاتي وسأخبرك عمن يلاحقني. استعد. حسناً، 2019، لقد اقتربوا مني، ولكن كما وعدتك سأخبرك بالقصة. انظر إلى المقاعد الخلفية، هل ترى لفافة الورق؟ إنها نسخة مطبوعة لسيارات المستقبل. هل ترى كم تغيرت السيارات؟ أصبحت أنيقة وانسيابية ومصممة لتحقيق الراحة، لكن هذه تختلف عن غيرها. هل أنت مستعد؟ اقتربنا من بوابة المستقبل، تمسك، ها نحن نقفز الآن. إنها سنة 2070 والسيارات مختلفة كثيرا. انزل من السيارة وانظر بنفسك، جميلة صحيح؟ أكثر من نصف السيارات تطير في الهواء، فيما تتحرك البقية بالقوة المغناطيسية. الأشكال الانسيابية أصبحت مثالية واختفت الاختناقات المرورية. يرجع ذلك ببساطة إلى عدم وجود سائقين. تلتزم كل السيارات تلقائيا بالقوانين لأنه لا يسمح للبشر بالقيادة. لا يمكن السماح بالقيادة اليدوية إلا في حالات الطوارئ. إن انتهيت من مشاهدة المدينة المستقبلية، سأكون سعيدا بإعادتك إلى زمننا الحالي. انطلقي يا ديلوريان. حسنا، إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فاضغط زر أعجبني وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وإليك المزيد من المقاطع الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار وابقى على الجانب المشرق من الحياة.